مساي كفام الإذاعة الأولى في تونس. بعد ذلك يطلع السيد رئيس الحكومة وسعادة السفير على صورة المجسم ثلاثي الأبعاد الخاص بالنسبة التذكاري للشهيد والذي تولد بلدية حلق الويد تركيزه بالاشتراك مع شركة البحيرة والذي يحمل رتبته وبصمة الشهيد ووسام الشرف إضافة إلى شعار وزارة الداخلية. قلت فراغ كبير ثم قلب منكسر أما الحمد لله هم شي شهيد نفتخروا به هذا فخر لي ولوليداتي وهم إن شاء الله يكملوا مسيرته لبنية ولوليداتها دوما إن شاء الله والحمد لله هم مات شهيد فخر لي ولتونس وشهيد تونس كاملة. شكرا للسفارة الأمريكية وما قدمتهم مجهودات نحو عائلة الشهيد. شكرا لكم جميعا. هو مجهود وطني ومجهود لدى أصدقائه. شكرا للسيد رئيس الحكومة. شكرا للإدارة المؤسسة الأمنية للإدارة وزارة الداخلية العرف والمباشر سي عقبة شيرني وصحابه اللي ما تخليوش على المجهودات اللي قام بهم ما تخليوش على دار الشهيد. أقل واجب هذا ربي يبارك فيكم الكل. وإحنا كبلدية نقدم لكم زاد التعازي أما نقول لك اللي إحنا ندعموكم في أقل حاجة تتصلوا بي رئيس بلدية حلق الويد وأنا ندعمكم وأي حاجة تطلبوها أنا على ذمتي مرحبا بكم. هز من معنوياتي فخر لي ولزائراتي وفخر لأهالي سيدي بوزيد اللي هو من مسقة رأس مجموعة تنجيد السعيدة. كان ثم هناك دعم متابعة ثم نشكر المؤسسة الأمنية نشكر إدارته ونشكر عفو مباشر في عقبة شيرني كلهم قاموا بمجهودات تجاه دار الشهيد. نشكر رفاقه وصحابه اللي معناتها في كل لحظة معايا ووزارة الداخلية بصفة عامة. أود أن أشيد بدور من يقفون في الخطوط الأمامية دفاعا عن أمن هذه البعثة امتماني الخالص لكم وأنتم ترابطون رغم المخاطر بعزم ويقظة كل يوم وليلة أمام هذه السفارة. بفضل تضحياتكم وتفانيكم في أداء الواجب تنعم تونس وأهل تونس بأمن وسلام. أغتنم هذه الفرصة لأعيد التأكيد على التزام حكومة الولايات المتحدة بتعميق شراكتنا المتينة مع الحكومة التونسية بمواصلة إسناد تونس في معركتنا المشاركة ضد الإرهاب. ستبقى ذكرى الرائد المساوي حية بيننا. سيخلد هو وزملائه من شهداء الوطن. نجتمع اليوم بكل فخر واعتزاز لنحيي مع أصدقائنا بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ذكرى استشهاد أحد أبطال المؤسسة الأمنية الأشاوس الرائد توفيق المساوي الذي استشهد في مثل هذا اليوم من السنة الفارطة في عملية غادرة وجبانة قام بها عنصران من الجماعات الإرهابية المتربصة ببلادنا. لقد خط الشهيد بجسده الطاهر صورة وضاءة لرجال المؤسسة الأمنية في الذود عن حمى وطننا العزيز وعن أصدقاء تونس وضيوفها وسقى بدمائه الزكية شجرة الكرامة والعزة التي نستظل تحتها وعلى بروحه الطاهرة إلى قائمة شهداء بلادنا من الأبرار والأبطال الذين رسموا لنا بتضحياتهم أسمى السبل وأنبل الطرق اتجاه العزة والكرامة. أيها السيدات والسادة الحضور، لا يفوتني بهذه المناسبة الكريمة أن أرفع باسمي الشخصي
وباسم الحكومة التونسية والشعب التونسي أسمى آيات التقدير والامتنان إلى شهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة والزكية فداء للوطن وتصدوا للعناصر الإرهابية والمتطرفة في سبيل أن ينعم الشعب التونسي بالأمن والسلام وبثورته المجيدة. كما نرفع في هذه الذكرى أسمى آيات التقدير والامتنان لعائلات الشهداء وذويهم وإلى زملائهم الذين وهبوا الوطن أغلى ما يملكون لينعم هذا الشعب التونسي في هذا المناخ من الحرية والديمقراطية والأمن، وكذلك لينعم ضيوف تونس وأصدقائها ومختلف البعثات الدبلوماسية المتواجدة ببلادنا بالأمن والطمأنينة، لنؤكد لهم أن حمايتهم من أوكد أولويات مختلف الوحدات الأمنية وأن أمنهم من أمن التونسيين. سعادة السفير، الإخوة الحضور، هذه فرصة لنجدد الشكر لأصدقاء تونس المنخرطين في حربها ضد الإرهاب للوقوف إلى جانبها سواء بالمساعدة في تعقب هذه العناصر أو المساعدة في الرفع من قدرات الوحدات الأمنية التكوينية واللوجستية، ونخص بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة السفير الأمريكي بتونس السيد دونالد بلوم وكافة العاملين بالسفارة على المجهودات الجدية في تنفيذ مختلف مشاريع التعاون المشتركة. ولا يفوتني أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر لمختلف العاملين بالسفارة الأمريكية بتونس على المبادرة الإيجابية التي ساندوا بها عائلة الشهيد الرائد توفيق المساوي. كما لا يسعني إلا التوجه بالشكر إلى كافة زملائه والصولة المحلية والجهوية من السيد والي تونس والسيدة رئيسة بلدية حلق الواد للمساهمة الفعالة والتجاوب الأخوي النبيل في إطلاق اسم الشهيد البطل على الشارع الذي ارتقى فيه. الشكر موصول أيضا إلى أبناء الفوج الوطني للتدخل السريع للمجهودات التي بذلوها لتخليد ذكرى ابننا الشهيد. ختاما أجدد ترحمي على روحه الزكية وأتقدم بأخلص عبارات التعازي إلى عائلته وأبنائه، وأتوجه لهم بالقول بأن والدكم البطل سيبقى دائما في قلوب مؤسستنا الأمنية الأبية وفي قلوب زملائه الأبرار.